وسهلا متابعيني الكرام، أرجو من الله أن يكون الجميع بألف خير. موضوع اليوم هو فيما يخص تحريم لمس المصحف أو قراءته للشخص غير الطاهر مثل الجنب أو المرأة الحائض أو النفساء وما إلى ذلك. وحسب ما عرفنا من خلال أغلب التفاسير، وذلك استدلالا لقوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أن لا يمسه إلا المطهرون تعني أن كتاب الله لا يلمسه أي بشر إلا وهو طاهر، والمرأة لا تلمسه لما تكون حائض أو نفساء إلا بعد أن تطهر وتغتسل، أو شخص يكون جنب لا يلمس المصحف إلا بعد الاغتسال. فهل هذا صحيح؟ سنعرف الإجابة بعدما أوضح لكم تفسير رائد التنوير رحمه الله لهذه الآية، تابعوا معنا للآخر. عرفنا سابقا أن الدكتور محمد شحرور رحمه الله هو أول من اكتشف الفرق بين الكتاب والقرآن، بحيث صنف كتاب الله المصحف يعني إلى قسمين: قسم يشمل القرآن وهو النبوة، وقسم يشمل أم الكتاب وهي الرسالة. والقرآن يحتوي القسم الكبير من المصحف، وسمي قرآن لأنه قرن أي جمع القانون العام الثابت وهو الأحداث الكونية، والقانون الخاص المتغير وهو الأحداث الإنسانية. حسن، أعرف أن البعض من يسمع هذا الكلام لأول مرة لن يفهم ما أقوله، لأني أختصر فقط، أريد التركيز على الموضوع الأساسي. من يريد التفصيل والفهم أكثر أنصحه بمشاهدة الفيديو، رابطه في صندوق الوصف، لفهم أكثر فيديو القرآن والكتاب المبين والإيمان المبين واللوح المحفوظ، فيه معلومات رائعة. حسنا، نعود لموضوعنا. قلنا القرآن هو الأحداث الكونية مع الأحداث الإنسانية، قرنهما مع بعض. والأحداث الكونية سماها القرآن المجيد، وهو موجود في اللوح المحفوظ لقوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يعني اللوح المحفوظ هو الذي يشمل القانون العام الثابت، يعني يخص الأحداث الكونية. شبهناه بمصطلحنا المعاصر كي تسهل الفكرة بجهاز برمجة رباني مخزنة فيه معلومات وإشارات نواميس الكون كله. يعني القوانين العامة الثابتة الناظمة للوجود كله التي تسير الكون. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وكلمة قرآن هنا كما وضح لنا رحمه الله غير معرفة، بل جاءت نكرة. عندما تكون كلمة قرآن نكرة يعني جزء من القرآن، يقصد جزء من القرآن وليست بالضرورة كل القرآن. وعندما تكون معرفة مثل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وغيرها من الآيات التي فيها كلمة القرآن معرفة، تعني كل القرآن عامة. فالقرآن قلنا كما وضح رحمه الله هو المعلومات اللوح المحفوظ الذي يحتوي على الأحداث الكونية مع معلومات الإمام المبين الذي يحتوي على الأحداث الإنسانية. الأحداث الإنسانية وأحداث وقوانين الطبيعة الجزئية مثل تصريف الرياح، اختلاف الألوان، هبة الذكور والإناث، الطوفان، الزلازل، يعني القابلة للتغيير. والإمام المبين مرتبط مع اللوح المحفوظ، يعمل ضمنه، يعني لأنه قلنا اللوح المحفوظ هو المسيطر على الكون كله، كل قوانينه صارمة مطلقة. ولذلك سماه قرآن مجيد، له المجد، يعني له السيطرة الكاملة لا يمكن الخروج عنه. يعني مثلا قانون الحمل هو قانون ثابت في اللوح المحفوظ، يعني قانون كيف يحدث الحمل هذا ثابت. أما عدد مرات الحمل لكل شخص أو نوع الجنين فهذا حسب ظروف العلاقة لكل زوجين، يعني هذا هو الحدث الجزئي الذي يمكنه أن يتغير. الإمام المبين شبهناه بمصطلحنا المعاصر كي تتضح الفكرة مثل جهاز أرشفة رباني تؤرشف فيه كل أحداث الطبيعة الجزئية والأحداث الإنسانية كلها، يعني كل الأحداث الإنسانية والتاريخية منذ بداية الخلق إلى قيام الساعة تنسخ بعد وقوعها في جهاز أرشفة رباني
اسمه الإمام المبين، لقوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وقوله تعالى كذلك: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضمن هذا الإمام المبين يوجد الكتاب المبين الذي يحتوي على أحداث القصص القرآني فقط، لأن القصص القرآني هي أحداث إنسانية كذلك وجاءت من الإمام المبين لأنها نسخت هي كذلك في الإمام المبين بعد وقوعها، لقوله تعالى في سورة يوسف: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا إلى آخر الآية. فقلنا القرآن يعني قرن معلومات اللوح المحفوظ مع معلومات الإمام المبين، ولذلك سماه القرآن، وهي علم الله لأن اللوح المحفوظ يحتوي على معلومات من أعلى أنواع علوم التجريد وهو الرياضيات، لذا قال: وأحصى كل شيء عددا، وقال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار، أي أن علم الله بالموجودات هو علم كمي بحت. وهذا القرآن الموجود في اللوح المحفوظ قلنا هو موجود بصيغة غير قابلة للإدراك الإنساني، يحتوي على إشارات نواميس الكون كله الناظمة للوجود كله الثابتة الغير قابلة للدعاء، يعني لا تتغير بالدعاء، مثل قانون الموت، قانون الخلق، الحمل، المطر، النار، قانون الدورة الدموية، الجاذبية، قوانين التطور وتغيير الصيرورة يعني التسبيح، والساعة، نفخة الصور، الجنة، النار، البحث، يعني الأحداث الكونية. فهذا اللوح المحفوظ أين محفوظ؟ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أين محفوظ؟ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. في كتاب مكنون يعني كما قال رحمه الله يعني مخبأ، مكنون يعني مخبأ، والمسؤولون عن حفظه هم المطهرون وهم الملائكة، هم حراس الكتاب المكنون الذي فيه اللوح المحفوظ. مطهرون يعني الملائكة مطهرون طهارة من الله، مثل قوله هنا في وصف الجنة: ولهم فيها أزواج مطهرة. طهارة الأزواج هنا من الله، فالملائكة هنا هم المسؤولين عن حفظه، يعني هم المسؤولون عن القرآن الأصلي، عن حفظ القرآن الأصلي، لأن ما وصلنا نحن النسخة التي جعلت قابلة للإدراك الإنساني، النسخة العربية التي جعلت قابلة للإدراك الإنساني ثم نسخت بعد كتابتها ومنها وصلتنا ومسها الناس. فلا هنا يعني لا يمكننا أن نمس القرآن الأصلي الذي في السماء. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وضح رحمه الله أن لا هنا هي لا النافية وليست لا الناهية. لا الناهية مثل قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وهكذا. أما لا النافية هنا في قوله لا يمسه إلا المطهرون مثل قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، أو في قوله تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني نبأ غيب يصف الجنة. ولا يمسه إلا المطهرون، هذه الآية كذلك خبر غيبي أو نبأ غيبي يصف الله فيه مكان القرآن الكريم الأصلي، لأن ما وصلنا نحن وصلنا منها النسخة التي جعلها الله بصيغة عربية قابلة لإدراك الإنساني، يعني في ليلة الإنزال جعل معلومات اللوح المحفوظ والإمام المبين والقصص القرآني ما عدا القصص المحمدي لأنها لم تكن وقعت بعد، جعلها بصيغة عربية قابلة للإدراك الإنساني في ليلة القدر، في ليلة واحدة دفعة واحدة، وهذا هو الذي اسمه الإنزال كما شرحت سابقا في الفيديو. ثم وصلت هذه الصيغة العربية القابلة للإدراك الإنساني إلى النبي عليه الصلاة والسلام
عن طريق جبريل، ووصلت إلى النبي بالتنزيل على دفعات عن طريق جبريل، والتي بعدها كتبه النبي مع جبريل في قرطاس، ثم نسخت منه إلى يومنا هذا مصاحف. القرطاس هو أي شيء كتب عليه التنزيل الحكيم، كتب عليه الوحي. فالوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام صوت وليس نسخ مكتوبة في قرطاس، لأنه قال تعالى: لو نزلنا هذا الكتاب في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني يؤكد أن الكتاب لم ينزل في قرطاس يلمس باليد، بل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة صوتية، وهذه الصيغة الصوتية المنطوقة للتنزيل الحكيم هي التي سماها الله في كتابه الذكر، وهو الذي الذكر هو الذي تعهد الله بحفظه. يعني كل كلام الله، كل ما في الكتاب ينطق بالصوت هو الذكر الذي تحدث الله عنه في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قلنا القرآن الكريم الأصلي هو موجود في الكتاب المكنون، مخبأ في الكتاب المكنون، فهذا الأصلي هو من قصده الله في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يقربه إلا المطهرون، والمطهرون قلنا هم الملائكة. ولاحظوا هنا الآية تتحدث عن القرآن وليس عن الكتاب، فالقرآن الأصلي لم يصل إلينا، ما وصلنا نحن النسخ المكتوبة التي نسخت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. سأبسطها أكثر، مثلا شخص مشهور عالميا مثل اللاعب كريستيانو، معظم الناس تعرفه أكيد، وأكيد رأت صوره في المجلات، في فيديوهات أو في مواقع التواصل، وأكيد مست صورته. لكن هل كل هذه الناس مست الأصل، مست كريستيانو يعني بشحمه ولحمه؟ أكيد لا. فمن مس كريستيانو جسد يعني هم المقربون منه، وهم أصدقاؤه، أقرباؤه، الحرس الخاص به. هل وصلت الفكرة؟ فهنا القرآن المقربون منه هم الملائكة وليسوا البشر. والدكتور رحمه الله استدل بقوله تعالى الذي يبين أن الملائكة هم المسؤولين عن حفظ القرآن، لقوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. بأيدي سفرة كرام بررة هم الملائكة الموكل إليهم حفظ القرآن. ومن هذا يمكن للجنب أو الحائض لمس وقراءة المصحف لغير الصلاة والتدبر في القرآن متى تشاء، وللمتقي وغير المتقي التدبر فيه متى يشاء، لأن القرآن هدى للناس، يعني كل الناس. وبهذا ينتهي موضوع اليوم. أتمنى أن أكون قدرت أوصل الفكرة ولو بشيء بسيط، وأقول لكم كل عام وأنتم بخير أحبتي، عيد مبارك على الجميع، ونسأل الله الرحمة على روح رائد التنوير الدكتور محمد شحرور. الفيديو القادم موضوع مهم جدا، انتظرونا. تحياتي للجميع ودمتم سالمين.